السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم، يا رب تكونوا بخير. في حلقة النهاردة بنتكلم عن إعراب الضمائر بالتفصيل، الضمائر البارزة والضمائر المستترة والضمائر البارزة، هنتكلم عن الضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة. بس قبل ما نبدأ حلقة النهاردة زي ما تعودنا نحل الواجب تدريب الحلقة اللي فاتت. ابتسام طالبة محبوبة، نعرف إيه محبوبة؟ ابتسام مبتدأ، مالها ابتسام طالبة، يبقى دي خبر. ابتسام طالبة محبوبة، طالبة نكرة ومحبوبة نكرة. وصفنا الطالبة بأنها محبوبة يبقى نعت، طالبة مرفوع يبقى نعت مرفوع وعلامة رفع الضم. هي مبتسمة دائما لأنها تعلم أن الابتسامة مفتاح القلوب. أن الابتسامة، إن وأنك، أن هي الابتسامة اسم أن، مالها الابتسامة؟ مفتاح. يبقى مفتاح دي خبر أن، وخبر أن بيكون مرفوع، يبقى خبر أن مرفوع وعلامة رفع الضم. مفتاح القلوب. وصدقة يؤجر عليها صاحبها، مين اللي هيؤجر؟ صاحبها، يبقى صاحبها دي فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم. والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. هنتعرف بقى على إعراب الضمائر بالتفصيل في حلقة النهاردة. أي ضمير بيتصل بالاسم بيكون في محل جر مضاف إليه. استخرج كلمة تبدأ بألف وصل، هات أي كلمة فيها ألف ولام وقول له لأنها تبدأ بآل التعريف. أقول له مثلا كلمة الابتسامة، أقول له مثلا كلمة القلوب، وهنا هنقول له لأنها تبدأ بآل التعريف. كلمة تبدأ بألف قطع أو بهمزة قطع وبين السبب، أقول له مثلا ابتسام لأنها اسم بنت، أقول له أن لأنها حرف، وإحنا عارفين إن كل الحروف قاطعة ما عدا آل التعريف. جيم أكمل بألف وصل، يزرع الحقل، أي كلمة فيها ألف ولام، الفلاح، الرجل، يزرع الحقل، يبقى دي وصل. همزة قاطعة أي كلمة بتبدأ، أي اسم بيبدأ بألف زي أحمد أمير، أقول له أحمد يزرع الحقل، دي قاطعة. دال هات الماضي من يستشير، إحنا عارفين إن هو الماضي استشارة، بس ده وصل ولا قطع علشان اكتب همزه ولا لا؟ الماضي استشاره 1 2 3 4 5 6، ده سداسي، واحنا عارفين ان السداسي امر وماضي ومصدر وصل، يبقى ما احطش همزه. طب يحب الماضي احب، كم حرف؟ 1 2 3 4، الباء مشدده، احب باء ضرب باء، يبقى قطع. يحرز الماضي احرز، احرز برضه رباع، يبقى قطع. يهتم الماضي اهتم، ما اهتم ده خماسي، 1 2 3، الميم مشددة، يبقى 5 حروف. والخماسي والسداسي أمر وماضي ومصدر بيكون وصل. ده كانت الفكرة من السؤال ده. كده حلينا الواجب. درس النهاردة درس مهم، بنتكلم عن إعراب الضمائر. لازم تكون عارف إن الضمائر في ضمائر بارزة يعني ليها صورة في الكلام موجودة قدامك في الجملة، وضمائر مستترة مش موجودة أصلا. والضمائر البارزة اللي هي ظاهرة اللي موجودة قدامي في الجملة، في ضمير منفصل موجود لوحده في الجملة، وفي ضمائر بارزة متصلة لازقة في الكلمة. المنفصلة في منها 3 أنواع، متكلم ومخاطب وغائب. والمتصلة في ضمائر في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر. عايزين نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل واحدة واحدة. نتكلم عن الضمائر المستترة علشان نخلص منها كده. ضمير مستتر بيجي بعد فعل، لما يجي يقول لك استخرج ضمير مستتر دور على فعل يكون الفعل مش موجود. لما اجي اقول دي اكتب ولا اكتب، خلاص احنا عرفنا من الحلقه اللي فاتت الهمزه موجوده، يبقى ده مضارع اكتب الدرس، لانها لو اكتب هيكون الفاعل ضمير مستتر تقديره انت، انما لو اكتب هيكون الفاعل ضمير مستتر تقديره انا، فرقت اهي. طالما الهمزه موجوده يبقى دي المضارع اكتب، لو من غير الهمزه يبقى الامر اكتب. هنا فين الفاعل؟ اكتب دي الفعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره انا، يبقى ده ضمير مستتر. وقدره اقول له تقديره، دي فاعل تقديره فاعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره انا. مثال تاني، نعرف حقنا، هذا الفعل، الفاعل مش موجود، من اللي هيعرف؟ نعرف نحن، يبقى هنا الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن بس. مثال تاني، الفلاح يزرع الحقل، دور على فاعل، فين الفاعل؟ يزرع، فين الفاعل؟ لا مش الفلاح، الفاعل ما بيجيش قبل الفعل. مين اللي بيزرع؟ يزرع هو،
يبقى هنا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. طيب مثال تاني، تساعد أمها، مين اللي بتساعد؟ هي، يبقى تساعد هي، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هي. يجي يقول لك هالضمير مستتر، على طول جري يدور على أي فعل يكون الفاعل مش موجود، هقول له الفاعل ضمير مستتر تقديره كذا، يبقى أنا استخرجته وقدرته. الضمائر بقى البارزة، الضمائر البارزة قلنا في ضمائر منفصلة ومتصلة. منفصلة يعني مفصولة لوحدها، زي الضمائر اللي هي المتكلم والمخاطب والغائب. أنا مجتهد، ده ضمير منفصل. أنت ده مخاطب، أنت مجتهد. غائب هو مجتهد. الضمائر دي اسمها ضمائر منفصلة لأنها منفصلة بمفردها، منفصلة عن الكلام. إنما لو متصلة بكلمة تانية بنسميها ضمائر بارزة متصلة، وممكن تكون متصلة باسم أو بفعل أو حرف. لما اجي اقول قرأ كتابه، فين الضمير؟ قرأ دي الفعل، كتاب اسم، والهاء دي ضمير، ضمير متصل، متصلة بالاسم. لما اجي اقول يلعبون بالكرة، هنا يلعب دي الفاعل، وواو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، يبقى الواو برضو ضمير متصل. لما اجي اقول لا عليك، على دي حرف جر، الكاف ضمير متصل. يبقى الضمير ممكن يتصل باسم زي كتاب، أو فعل زي يلعب، أو حرف زي على. نبدأ نتكلم بقى بالتفصيل. المهم بقى في حلقة النهاردة نعريبه إزاي. أول حاجة، لو كان الضمير ده منفصل، إيه هي الضمائر المنفصلة؟ متكلم مخاطب غائب. متكلم زي إيه؟ لما أجي أتكلم عن نفسي، إحنا عارفين طبعًا الضمائر. المتكلم أنا ونحن. مخاطب لو هخاطب ولد أقول له أنت، بنت، أنتِ، اتنين ولاد، أنتما، اتنين بنات، أنتما، جامع مذكر، أنتم، جمع مؤنث، أنتن. والغائب لو ولد هو، بنت هي، اتنين ولاد هما، اتنين بنات برضو هما، جمع مذكر هم، جمع مؤنث هن. عيب تبقى في إعدادي ومش عارف الضمائر، سهلة جدا. الفكرة بقى النهاردة نعرفها ايه؟ هسهل لك حاجة سهلة جدا. كل الضمائر دي، أي ضمير منفصل اعربه ثابت، ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. سهلة؟ نقول تاني، أي ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، واللي بعده خبر، بس ما يكونش بعده فعل وتعربه خبر، الفعل بعربه فعل، هيكون الفعل ده خبر جملة فعلية. أي ضمير مبتدأ واللي بعده خبر. كل الضمائر المنفصلة في محل رفع مبتدأ ما عدا ضمير واحد هنقوله دلوقتي. هنا لما أجي أقول أنا مجتهد، فين الضمير المنفصل؟ أهو أنا. اعربه، ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. نوعه ضمير متكلم، دلالته بيدل على المفرد، المفرد المذكر او المؤنث. طيب نحن، نحن برضو ضمير متكلم، ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا، بيدل على المثنى او الجمع. نقول نحن مجتهدان او نحن مجتهدون. طيب لما اجي اقول، يبقى احنا عرفنا كده خلاص الضمائر المتكلم. طيب مخاطب، لما اجي اقول انت محبوب، انتما محبوبان، انتم، اي ضمير منفصل، ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا واللي بعده على طول خبر مرفوع. يعني مجتهد خبر مرفوع بالضمه، مجتهدان خبر مرفوع بالالف، مجتهدون خبر مرفوع بالواو، سهله جدا. ولو غائب، هي جميله، هما جميلتان، هن جميلات. اي ضمير منفصل، ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا واللي بعده خبر. طيب احنا قلنا ان كل الضمائر في محل رفع مبتدا ما عدا ضمير واحد، ايه الضمير ده؟ ما عدا الضمير ايا. جه في القران قوله تعالى اياه تعبدون، اياك نعبد، جت في اكتر من ايه في القران الكريم، اهو الضمير ايا، اياه بيدل هنا على ايه؟ اياه على الغائب، اياك على المخاطب، ايايا على المتكلم. اهو الضمير ايا ده ضمير، الضمير الوحيد المنفصل، لا مش في محل رفع مبتدا، بيكون ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به. يبقى احنا كده خلاص عرفنا ان كل الضمائر المنفصله في محل رفع مبتدا. نركز بقى في الضمائر المتصله، لان الضمائر المتصله في منها في محل رفع، وفي منها في محل نصب، وفي منها في محل جر. كل المنفصله في محل رفع، الضمائر المنفصله متكلم مخاطب غائب كلها في محل رفع. المتصله في منها في محل رفع، وفي منها في محل نصب، وفي منها في محل جر. هنا قبل ما تعرب الضمير شوف الكلمة اللي متصلة به هي اسم ولا فعل ولا حرف. مهم؟ مهم طبعا، لان لو اسم
اي ضمير بيتصل بالاسم على طول هيكون في محل جر مضاف اليه. طيب لو متصل بفاعل هيكون في محل رفع فاعل او في محل نصب مفعول به. ولو الضمير جه بعد حرف جر، اللي بعد حرف جر مجرور، هيكون في محل جر. ناخد مثال. نتكلم الاول كده عن الضمائر اللي هي في محل جر. الضمير لو جاي بعد اسم بيكون في محل برافو جر، ولو جاي بعد حرف جر بيكون في محل جر برافو. مثال: المدرسة فصولها نظيفة. شرحنا المثال ده في أنواع الخبر، قلنا المدرسة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم. مالها المدرسة؟ خبر جملة اسمية، فصولها نظيفة، فصول مبتدأ تاني مرفوع وعلامة رفعه الضم. الهاء قلنا أي ضمير بيتصل بالاسم بيكون ضمير متصل مبني في محل جر، هنا في محل جر مضاف إليه. ونظيفة دي خبر للمبتدأ الثاني، والجملة الاسمية كلها خبر للمبتدأ الأول. مثال تاني: لما اجي اقول المعلم شرحه جميل، المعلم مبتدأ، فين الخبر؟ خبر جملة اسمية، شرح مبتدأ تاني، الهاء اي ضمير بيتصل بالاسم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. يبقى انا كده عرفت استخرج ضمير في محل جر بسهولة جدا. ولو بعد حرف جر برضه هيكون في محل جر الى وبعده الضمير الهاء، يبقى الهاء ضمير متصل مبني في محل جر اسمه مجرور. على بعدها الكاف، عليك، هنا فيها الهاء، في وبعدها الهاء، يبقى اي ضمير بيتصل بالاسم في محل جر مضاف اليه، اي ضمير بيتصل بحرف جر بيكون في محل جر اسمه مجرور. فاضل لنا نعرف لو الضمير ده متصل بفعل. نركز بقى لان ده مهم، بيكون يا في محل رفع يا في محل نصب. طيب اعرف ازاي؟ شوف الضمير لو من ضمائر ناهيك. مين ناهيك دول؟ ناهيك دي عبارة عن نا المفعولين، والهاء هاء الغائب، والياء ياء المتكلم، والكاف كاف الخطاب. هنجمعهم هتبقى كلمة ناهيك. لو لقيت الضمير اللي بيتصل بالفعل من الضمائر اللي قدامك ده هيكون في محل نصب مفعول به، اي ضمير تاني هيكون في محل رفع فاعل. الموضوع سهل جدا. ناخد مثال لما نيجي نقول اعجبنا الكتاب. هنا النا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، نا المفعولين، اعجبه، اعجبها، اعجبهم، هاء الغائب ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، ياء المتكلم اعجبني بيتك، هنا الياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، كاف الخطاب لما اقول اعجبك، الكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. لو اي ضمير تاني هيكون في محل رفع فاعل. زي مثلا ضمائر الرفع تاء الفاعل، عندنا ناء الفاعلين، نون النسوة، ألف الاثنين، واو الجماعة، وياء المخاطبة. أي ضمير من الضمائر دي غير ضمائر ناهيك هيكون في محل رفع فاعل. تاء الفاعل سهلة، خدناها قبل كده لما أقول كتبت الدرس. كتب فعل ماضي، التاء ضمير متصل مبني، تاء الفاعل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب نا الفاعلين، هتقول لي ما النا موجوده اهي في ضمائر النصب نا المفعولين. لا، في فرق ما بين نا المفعولين ونا الفاعلين. مثال علشان نعرف نفرق: لما اجي اقول كتبنا الدرس، مين اللي كتب؟ احنا، يبقى دي نا الفاعلين، او كتب الفعل نا، احنا اللي كتبنا، يبقى نا هنا نا الفاعلين في محل رفع فاعل. انما لما اقول اكرمنا الله، مين اللي اكرم؟ احنا؟ لا، ده ربنا، يبقى نا هنا نا المفعولين. دي اسهل طريقه تقدر تفرق ما بينهم. طيب مثال تاني: لما اجي اقول اكرمنا اخوك، اكرمنا اخاك، في المثال الاول مين اللي اكرم؟ اكرمنا اخوك، مين اللي اكرمنا؟ اخوك. عرفت ازاي؟ اخوك اصلا مرفوعه في واو، مرفوعه وعلامه رفع الواو، وهنا اكرمنا، الحرف اللي قبل النا مفتوح، يبقى النا هنا نا المفعولين، لان اخوك هو اللي اكرمنا مش احنا اللي اكرمناه، يبقى النا هنا في محل نصب مفعول به. في المثال الثاني: اللي قبل النا ساكن، اكرمنا اخاك، مين اللي اكرمه؟ احنا اللي اكرمناه، واخاك مفعول به منصوب وعلامه نصبه الالف، وهنا النا دي نا الفاعلين، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب لما اجي اقول اخوك كريم، هنا الكاف اتصلت بايه؟ هنا مالكش دعوه هي في محل رفع او في محل نصب، طالما اتصلت باسم يبقى على طول في محل جر مضاف اليه، في محل رفع او في محل نصب لما تكون متصله بفعل. طيب نكمل: نون النسوه، لما نيجي نقول هن كتبنا الدرس، نون النسوه ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، الف الاثنين هما يكتبان،
يكتب يكتبان دي فعل مضارع مرفوع وعلامه رفع ثبوت النون. فين الفاعل؟ الف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب هم يكتبون، يكتبون فعل مضارع مرفوع وعلامه رفع ثبوت النون لانه فعل من الافعال الخمسه. وواو الجماعه ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. يا المخاطبه انت تكتبين، نفس الاعراب، تكتبين فعل مضارع مرفوع وعلامه رفع ثبوت النون فعل من الافعال الخمسه، وياء المخاطبه ضمير متصل في محل رفع، ورفع ايه؟ في محل رفع فاعل. يبقى احنا عرفنا كده الضمائر المنفصله والمتصله البارزه والمستتره. فاضل لنا حاجه اخيره برضو في الضمائر النواسخ. خدنا كان واخواتها، خدنا افعال ناسخه، وخدنا حروف ناسخه، دي اسمها النواسخ. كان واخواتها، اي ضمير بيتصل بيلزق في كان واخواتها بيبقى اسمها، واسم كان مرفوع يبقى الضمير في محل رفع اسم كان. لما اجي اقول كانوا، اهو كان اهي، فين اسمها؟ واو الجماعه، الواو ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان. طيب الحروف الناسخه ان واخواتها، برضو اي ضمير بيتصل بان واخواتها برضو بيكون اسمها، واسمها بيكون منصوب يبقى الضمير في محل نصب اسم ان. لما اجي اقول انه مجتهد، فين اسم ان؟ الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب اسم ان. خلصنا درس النهارده، تدريب اخير ان صيانه المواطن للمال العام واجب تمليه عليه عقيدته، لذا فهو يحرص عليه كما يحرص على ماله الخاص. اعرب كلمه المواطن واجب الخاص، استخرج ضمير في محل رفع، ضمير في محل نصب، ضمير في محل جر، ضمير منفصل وبين نوعه متكلم ولا مخاطب ولا غائب، ضمير مستتر وقول تقديره وقدره، خبر جملة وبين محلها الإعرابي. يعني إيه محلها الإعرابي؟ هتقول لي في محل رفع مبتدأ، في محل خبر كان، خبر إن، أنت اللي هتقول. وفي الحلقة اللي جاية هنكمل حلقات نحو من الصفر وهنحل التدريب ده. بتمنى أكون قدرت أفيدكم، بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.